رأيك ايه في الخبر النهارده، اعلان تواجد 60,000 مشجع في المباراه ان شاء الله؟ ما ده كمان من ضمن العمل الجماعي، ان صح. الناس حاسه بالمشروع الرياضي الكبير جدا. قد ايه وصلنا لكاس العالم هيفرق مع الناس، قد ايه انت عرفت بعد شفت ده، انت كنت هنا في مصر، احنا كنا حاسين بعد ماتش كوت ديفوار الشارع بقى عامل ازاي، واتلم تاني زي ايام 2006 و8 و10 والناس التجمعات والحاجات دي كلها. ومن ماتش لماتش بتشوف الناس الوتيره بتعلى ازاي، والوتيره دي بتعلى من فوق، من اول القياده السياسيه لحد عندك للمسؤولين عنك للشارع، وهو الاهم الشارع بتاعنا ومزاج الشارع في انه يكون مبسوط من المنتخب ومبسوط من ادائه. حاسس ان ده الاحساس ده بينعكس على اللعيبه على فكره، بينعكس انعكاس ان كل واحد بيضحي بنفسه في انه يموت نفسه لاخر وقت. عشان كده اجابه السؤال بتاعك انه اللي بينزل، يعني ما فيش منتخب لمصر في بطوله افريقيه حصل له كم الاصابات ده من اول الماتش. طبعا يعني باك رايت، وبعد لا انت عندك خط دفاع كامل بحراس المرمى، خط دفاع بحراس مرمى، وفتوح ما ابتداش، وبعدين سوليه ما ابتداش، كل ده مع وجوه جديده بتنزل احنا واثقين فيها. فالولاد عندهم الدافع ده، بيأدوا كويس، بيأدوا بشكل احترافي كويس، بيدونا ثقه وتوصل للنهائي بعد 120 دقيقه، 320 دقيقه بيبقى عندك الباك رايت اللي لاعب ثلاث ماتشات جامدين موقوف بيلعب امام، حاجه تفرح. صح، الجدعنه والروح والاداء. انت عارف يا كابتن ضياء احنا وصلنا لمرحله ايه؟ يقول لك النهارده اللاعب ده هيغيب للايقاف، اللاعب ده هيغيب للاصابه، عادي مش مشكله، ما هو اللي هيبقى موجود على الدكه هيأدي بنفس المجهود. ده من ضمن النجاحات في الوقت القصير، انك انت شفت لعيبه ان شاء الله ان شاء الله ربنا يبعد عنهم الغرور ويبعد عنهم الاصابات، هيعتمد عليهم منتخب مصر. وعلى فكره احنا مش مخللين، الناس بتزق فينا عشان احنا جينا بعد جهاز كان قبلينا جهاز محترم، والجهاز اللي فات كان جاي بعد جهاز قبليه، والجهاز اللي قبليه كان جاي. المهم ان البلد والمنتخب يبقى كويس ويكسب، مش مهم بمين، مش مهم بمين، انت واخد بالك. المهم ان اللي يجي يخلص في الحته دي، واحنا بنعمل ده الحمد لله. عشان كده بتلاقي كلامنا قليل جدا، انا يمكن امبارح والنهارده بس اللي اتكلمت. صحيح، بتلاقي ان احنا ما عندناش وقت، الراجل يقول لك احنا ما عندناش وقت، الوقت قليل، وفعلا مش هيبقى عندنا وقت، الوقت قليل. الفتره اللي فاتت بقول لك كل ده النتاج اللي انت مبسوط بيه، او الحمد لله ان انت كاعلام من اعلام مصر مبسوط والشارع مبسوط، ده نتاج شغل 4 شهور فقط لا غير. ايوه، مشروع كره القدم لازم يقعد 4 سنين يا كريم. ايوه، لازم يقعد 5 سنين. اي مشروع، واتمنى انه زي ما الجمهوريه الجديده بتتعمل على 10 سنين و12 سنه، اتمنى مشروع كره القدم لانه مهم جدا للشارع المصري، وانا واثق في اتحاد الكوره وفي الناس المسؤوله المحترمه انها هتفكر في ده بشكل كويس. انا فاهم كلامك، وتقريبا بقوله كل يوم وبقوله، وقلته كمان لما كان اللي هو حلو مشهور كان معايا هنا، انه التجديد للراجل مش يعني التجديد للجهاز الفني مش عشان والله انا الراجل مبسوط بيه جدا، وانا يعني احترمه مشروع يعني وبقدره كبروفيسور او كمشروع مدرب كبير جدا. انا عن نفسي استفدت، انا عايز البلد تستفاد باي مشروع باي حد. صح، انت واخد بالك، باي صح. حد، انه التفكير يبقى ده، ان احنا ضيعنا وقت كتير السنين اللي فاتت في ان احنا ما نعملش ده، ان صحيح. ده هينعكس بشكل كبير جدا على الرياضه كلها او على الكوره كلها يعني.